الله حولك يا أختي أم عباس، من طول عمرك عقلك بيوزن بلد وقلبك بيوسع الناس كلها. هذا ابننا يا أم حسين، وكل أولاد الشام أولادنا. فضلك ما رح انسى منوب يا خالتي. واجبنا يا ابني، واجبنا. الله يحميك لشبابك ويردك لأهلك سالم غانم. آمين. وحياة أمي واللي جمعنا سوا. ما برجع على البيت لحتى أشوف الإمارية سالمة غانم. ومن هاللحظة هاي أنا واحد من شباب الحارة. طول عمر الشام بيت واحد لكل أولادها. البلد هو البيت، البلد هو الأهل، البلد هو العرض. عم تفهم علي يا صفوان؟ عم بفهم عليك. الله يكون معك. يا لطيف يا ستي، شو طلع كلامك مظبوط؟ ايه الحمد لله، الحمد لله. يا الله، مثل ما اتفقنا يا جماعة، جهزونا الفشك والمعونة مشان نوصلوا الليلة على الإمارية. أبشر لعيونك، أعتبر كل شيء صار جاهز من أكثره. لا تاكل هم من الناحية يا حجي، لا تاكل هم. بارك الله فيكم، وأنا بلغت بعض الشباب مشان يوصلون. نحن خلال ساعتين ثلاثة بيكون كل شيء جاهز للترحيل. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي سنة دربك. وبركاته. الله يقويك. تفضل تفضل. الله ياخذ بيدك يا أبو طالب، ينصرك على أعدائك. قادر يا كريم يا رب.